ايه اللي كان بيزعله في الفترة اللي كان قاعد فيها؟ يعني ايه الأمنيات اللي كان نفسه يعملها وما اتعملتش؟ كان نفسه يشوف مصر احلى كتير، كان زعلان قوي من الاحداث اللي حصلت، لان هو اتوفى 2012 واحنا كانت 2011 بنجني ثمار اللخبطه اللي حصلت في البلد كلها. ما كانش مبسوط، ما كانش مبسوط كمان من الناس اللي بتطلع اللي بتعتزل وبتتحجب وبتقول انه الفن حرام، كانت دي بتزعله قوي. ما كانش مبسوط من سطو بعض القنوات كده، كانت ظهرت قنوات بتتكلم في حاجات غريبة وفيها نوع من انواع الجهل اللي بيتسرب للناس في الاعلام. قنوات كتير قفلت الحمد لله تطرف دلوقتي، تطرف المتطرفة. كان قلقان قوي على البلد من ده، طب كان قلقان فنيا، من قلة الثقافة كمان. فنيا كان ايه اللي كان نفسه يتعمل وهو ما حققهوش؟ انه يبقى فيه المسرح الغنائي الحقيقي اللي ابطاله مش نجوم شباك، اللي ابطاله ناس دارسه واعيه، وان البطل يبقى العمل زي ما كان بيشوف بره، وعمل ده مش مع جلال الشرقاوي اعتقد. في ليلى يا ليلى اللي هي سماها الله يرحمه المخرج العظيم جلال الشرقاوي، سماها انقلاب عشان هي نوع من انواع الانقلاب في الفن. والعمل ده كان اخر عمل كتبه الراحل صلاح جاهين، واتعمل في سنين طويله يعني، وكان العمل ده بيتنبأ بكل اللي حصل. سبحان كل الله. اللي حصل هو كمان كان عنده واخد ارض عشان يعملها مسرح اعتقد، والارض دي انسحبت منه ولا اتعمل اتخذت مسرح فعلا؟ الارض، كان السادات الله يرحمه كان قال يعني كان قال لبابا حلمك ايه؟ قال له نفسي يبقى في مسرح غنائي زي اللي بسافر اتفرج عليهم بره، فقال ادوله حته ارض يعمل عليها مسرح. رحل للسادات والورق بقى اكوام يعني الامضاءات بقت كتير قوي، ما خدش الارض واجر بعد كده المسرح بتاعه، اجره لفتره طويله جدا وصرف عليه كل ما يملك، كان بيحقق حلمه يعني. بابا كان احلامه حتى لما بشوف له انترفيوهات زمان، هو نفس الحلم اللي بيكبر، استوديو تصوير، شركه انتاج تنتج الحاجات الحقيقيه اللي بالاوركسترا والحاجات التقيله، ومسرح غنائي، فصرف عليه كل ما يملك المسرح ده. وللأسف برضو للموقف الشخصي الله يرحمه بقى اللي عمل ده، المسرح اتاخد منه يعني في ثانية، لأنه ما عجبش كمان المسرح فيه، كان مسرحية كانت مهمة اتعملت ما كانتش عاجباهم في الوقت ده فاتاخد المسرح. طب لا، مين أكتر أصحاب لمحمد نوح فنيا؟ مين المقربين مين ليه؟ يعني بيقعدوا مع بعض، كان بيقعدوا هم صغيرين، مين أصحابه؟ هو اصحابه كانوا كلهم بره البيت يعني، بيروحوا له المسرح يعني. انا فاكره انه في المسرح ما فيش نجم ما كانش بيبقى موجود، سواء مخرج، كاتب، سيناريست، مهندس ديكور. المسرح ده بالليل كان بيقعدوا يقولوا يلا عند نوح، كل نجوم مصر من اكبرهم لاصغر ملتقى اسم فني يعني، وثقافي كان ملتقى ثقافي، اروح بابا يبعتني اجيب اكوام بقسماط وجبنه رومي او اكله كباب على حسب، ويقعدوا يتكلموا. هو كان طبعا بيحب جدا الراحل بليغ حمدي، هو جدا لازم يتحمل جدا، كان بليغ، صديقه يعني، واضح ان وبابا هما اللي عندهم جابه يعني، راح في استقبله في شبه المطار بينهم على فكره، وعمل له حفله تقبين على حسابه في في المسرح. شبه بينهم في حاجات نفسية وحاجات كتير مش شكلا يعني.